الموضوع محمد صلاح. محمد صلاح فخر العرب، لاعب الكورة اللي العالم كله بيحبه، اللي الناس كلها بتحبه وبتعتز بيه وبتعتبره ان هو رمز كبير بالنسبة له. محمد صلاح من ساعة لما القضية حصلت ومن يوم 6 أكتوبر الناس كلها، 7 أكتوبر عفوا، الناس كلها كانت متخيلة انه هيكتب حاجة، هيكتب تغريدة، هيطلع فيديو، هينزل صورة، هيدعم فلسطين بأي شكل من الأشكال. الناس كانت مستنية منه ده، تمام؟ هو ما عملش كده لحد دلوقتي، وما طلعش رد، وما طلعش قال أي رأي ليه، وما ما قالش أي حاجة، ما قالش أي حاجة تخص أحداث غزة بأي شكل من الأشكال. فالناس اتضايقت منه، الناس زعلت منه، في ناس تانية طلعت قالت يا جماعة هو ماله، هو في الآخر لعيب كورة يعني، يعني ما هو ملوش دعوة بالقصة دي، مش شرط ان هو يتدخل او يقول رأيه. لا، غلط، التفكير غلط. محمد صلاح بقوة تأثيره وبمحبة الناس ليه وبشهرته الكبيرة جدا جدا، لما واحد بالقيمة دي يطلع يعمل فيديو صغير يحكي للناس القصة باختصار، ان مش الناس مش كلها مش بره مش عارفين ايه اللي بيحصل، مش عارفين القصه ابتدت ازاي، ما عندهمش تفاصيل بكل الموضوع. لو هو طلع حكى القصه يا جماعه ده حصل 1 2 3 واسرائيل دي عملت 1 2 3 واهالي فلسطين دول عانوا وقطاع غزه عانى من 1 2 3، كلامه ده هيفرق جدا مع الراي العام في العالم كله، مش هقولك في الوطن العربي بس، ولا هقولك في أوروبا بس، ولا هقولك في أمريكا بس، لأ، الكلام اللي هيطلع يقوله أو التغريدة اللي هيكتبها هتأثر في رأي العام العالم كله، انتوا متخيلين؟ فمحدش يقولي مش مهم، لا مهم. وفي مواقف كده بتحصل وأوقات بنعدي بيها زي الوقت اللي احنا بنعدي بيه دلوقتي، ما ينفعش حد يسكت، ما ينفعش حد يسكت. لو ما اتكلمتش دلوقتي هتتكلم امتى؟ امتى هتتكلم؟ لما يحصل. خايف على شغلك؟ خايف على الوضع اللي انت فيه؟ خايف على المنصب بتاعك؟ خايف على اكل عيشك؟ لا، ما تخافش، ما تخافش، ما فيش حاجة تخوف، لان في مواقف كده بتجيلنا في حياتنا يا ناخد موقف فيها يا صورتنا هتبقى وحشة للأبد، مش قدام الناس بس، قدام نفسي، قدام نفسي انا. فامتى؟ لو ما طلعتش اتكلمت دلوقتي هتطلع تتكلم امتى؟ ناس كتير طلعت اتكلمت، ناس كتير طلعت اتكلمت وبيلعبوا في انديه اوروبيه وطلعوا اتكلموا عادي. مين طلع اتكلم يا جماعه؟ محمد النني من الارسنال، ومين كمان؟ ومحمد حسن كوكا مهاجم بندكسبور التركي، طلعوا اتكلموا وقالوا رايهم. هل رايهم ده ما اثرش على الناس اللي بتحبهم؟ ما خلوهمش يشوفوا القضيه من وجهه نظر تانيه؟ فمحدش يقول لا اصل هو مش لازم يتكلم، لا لازم يتكلم، مش محمد صلاح بس، واي حد مؤثر في العالم واي حد ليه ناس بتحبه كتير ورايه هيفرق مع الناس لازم يطلع يتكلم. امال لو ما طلعش يتكلم دلوقتي هتطلع تتكلم امتى؟ معايا مين يا جماعه على التليفون؟ الناقد الرياضي عصام شلتوت، اهلا وسهلا يا فندم. اهلا يا استاذه اميره، ازي حضرتك؟ تعليق حضرتك ايه على الكلام ده؟ لا، ما في اوقات لا يصلح فيها التعليق، في اوقات تصلح فيها المصارحه. يعني كريم بنزيما لسه حالا بيقول انه صلواتنا كلها من اجل فلسطين، واعتقد ان كريم بنزيما يعني مواطن من جذور عربيه مسلم صالح. يعني الحقيقه كان نعتز بان لدينا لعبه وفخر العرب صناعه الجماهير وحب الجماهير، لكنه الحقيقه هذا اللقب سحب الآن ووجه لفلسطين وشباب فلسطين وكل شجعان فلسطين اللي ولو بالقلب. يا أخي ما حدش قالك عدي على فلسطين، احنا قلنا أضعف الإيمان فبقلبك. وبالمناسبة لا توجد ثمة علاقة بين خسائر يعني بالمعنى المفهوم وأن يخرج محمد صلاح لجماهيره التي هي بالملايين او بمئات الملايين حول العالم، حتى لو مش مسجلين في العالم الافتراضي في صفحاته يعني. لكن انا يعني مندهش الحقيقه، وما كنتش احب ابدا ان محمد صلاح يتحول فجاه لمجرد نجم كره.
آلة كرة قدم. يعني ايه الحسبة بتاعته؟ حاسبها ازاي هو؟ الناس تحط الكوين فتتفرج. يعني هو حاسبها ازاي؟ الحسبة بتاعته ايه؟ كنت اربع بصلاح انه يعني يبقى بالوصف ده حسبته. انا حتى الان تحليلا كل ما اتصوره انه هناك يعني مصالح ما بصراحة شديدة، لانه حتى استثمارات محمد صلاح لا يوجد منها 10% في مصر، يبدو انها في بلدان بينها وبين يعني دولة الكيان المحتل علاقات ما حرج ما. انا راجل صريح، وبالتالي لانه هو اللي دفعنا نفكر بكل ما يمكن ان يكون تفكير والتسكير. انا مستغرب موقف محمد صلاح، انا كمواطن، انا كمحلل، انا كرجل يعني صنعتي الكتابة والبحثية، ويعني ازعم ان انا مصدوم في محمد صلاح. لاعبين يعني قد لا يملكوا هذه الاسهم الجماهيرية والمالية، وبالتالي محمد صلاح حتى بحسابات المصالح اذا حدث ثمة انقلاب عليه، مع ان ده لم يحدث، النني في الارسنال قالها بشجاعة وغيره وغيره وغيره، احمد حسن كوكا قالوا باللغة الانجليزية، وده اللي كنا نتمناه من مو صلاح، ان نوجه عباراته مترجمة. لو طلع اتكلم دلوقتي هيكون انقذ الموقف ولا هيبقى متأخر قوي؟ خلاص كده يبقى حتى لا ينطبق عليها ان تأتي متأخرا خير من ان لا تأتي ابدا، لانه خلاص هتبقى الحكاية ان حد قال له الحق نفسك يعني. لكن ومش قادر برضو اقول احنا مش عارفين عنده ايه، لان انا بقولها لك بحسابات المصالح، محمد صلاح اذا فقد يعني مئات الملايين من ليفربول، انا بقول لحضرتك هناك دوريات عربية كانت ستعطيه يعني تريبل الرقم لمجرد انصافه كما فقد وظيفته. خلينا نتكلمها بحسابات المصالح. هو يرى ايضا بلده في ظل ما نعانيه وبنحاول الانتصار عليه تغلق المعابر في وجه العبور الامريكي، فلا دماء اهم من دماء الفلسطينيين، ونصر على اوراس الدولة والحكومة والاصرار على ان تكون هناك اذا كانت سمت حاجة لخروج امريكان او اي جنسيات ان يدخل لاهلنا في غزة وفورا مساعدات. يا اخي بلدك بتعمل ده في ظل يعني ازمات خانقة، انت فين يا ابو صلاح؟ مش حابب اكون عندي كتله يعني من الاحساس. الارقام عنده اصلا على الصفحه ابتدت تقل جامد، مليون وتعدت 100,000 اخرى انسحبوا من حسابات محمد صلاح، يعني في صوره ان احنا اسفين يا صلاح. لكن الحقيقه هو لفت انتباهنا ان هناك للعرب فخر بمواقف زي الموقف المصري، فخر بشباب يقاتل من اجل الاطفال. فانا سامع حد كان بيكلم حضرتك وقلت له مين اللي بيحارب المقاومه؟ هؤلاء بيقتلوا في شهدائنا من الاطفال والنساء قبل الشباب حتى والرجال يعني. وبالتالي هو ببساطه شديده اطفى علينا ما يستحقه اشقائنا في فلسطين، وانهم هم فخر العرب حقيقه مع التسنين موقف دي حقيقه. انا بضم صوتي لصوتك، هم دول فخر العرب. صح، ده انا بضم صوتي لصوتك. الناقد الرياضي عصام شلتوت بشكرك جدا. هو اصل انت مش محتاج فلوس، انت مش تبقى فقير يعني، ولو فاتك حاجه هيجي لك بدلها مليون الف حاجه. في مواقف كده بتحصل ما ينفعش نسكت فيها ابدا، حتى لو هخسر حاجات كتير، حتى لو هخسر كل حاجه، في مواقف زي الموقف اللي احنا فيه ده ما ينفعش حد يسكت، لازم الناس كلها تتكلم. محمد صلاح ملايين بتحبه من كل العالم، لو طلع قال كلمة هيغير الرأي العام بشكل كبير، هيغير وجهات النظر بشكل كبير. اطلع واتكلم، لان هي it's never too late، عمر ما الوقت هيتأخر. لو طلعت ورديت بقوة ونزلت فيديو وحكيت فيه اللي حصل، او عملت كلام، كتبت كلام بشكل قوي، حكيت للناس وحكيت للرأي العام عندك، للجمهور اللي بيحبك من العالم كله، وحكيت لهم اللي حصل، هيصدقوك لانهم بيحبوك. فهتفرق معانا احنا كتير جدا، وهتفرق مع الجانب الفلسطيني كتير جدا. فانت ازاي ساكت؟ اطلع واتكلم، لان ده وقته
وقته مش هيجي تاني بعد كده، هتخسر رصيد كبير جدا مش هتعرف تعوضه تاني مهما حصل.